في حالتنا احنا بنشتغل 15 مليون طن في السنه. وانت بتقول الامن مليون، والمشروع بتاعنا 16 سنه، وقد يجوز ان في احتياطيات اضافيه اخرى ممكن تقعد معانا 4 سنين اخرى. تركيز المعادن بتاعنا كام؟ 3.5% او نقول 3.45%. اذا انا بسم الله ما شاء الله عندنا حجم وتركيز من المعادن وعدد سنوات. ده بنتكلم على مين؟ على اول موقع اللي هو احنا قلنا عليه بتاع كفر الشيخ، قامت عليه الشركه اللي هو البرولس. كفر الشيخ في غرب البرولس كمان اخرى الى بركه غليون عند مطوبس، في كميات من الرمال السوداء مجديه جدا واقتصاديه، ونستطيع ان احنا برضو ننطلق منها اخرى.